السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم أمينة في العالم ديالها المتنوع. اليوم جات عندكم وقالت لكم اليوم راه غتصاوب لكم واحد الكريب زويونين رائعين بنان وعاطين المنظر. بالنسبة باش الإنسان يخرج داك المعتاد ديال أن الكريب نديرهم ديما يكونوا للون المعتاد وبمذاق ديال الفاني بوحدو، اليوم جبت لكم واحد الطريقه زوينه وسهله باش تحضروا هاد الكريب. كيعجبوا الوليدات الصغار حيت هما كتخرجي الوليدات الصغار على داك المعتاد، كتعاودي دير لهم واحد الحاجه بطريقه مختلفه كتعجبهم وتياكلوها، وكتعجب حتى الوليدات حتى الناس الكبار حتى الناس الكبار كتعجبهم وكيعجبهم الكريب. كاين الناس اللي تبارك الله ما شاء الله مبليين مبليين بالكريب، سواء في الدار سواء خرجوا للمطاعم المقاهي ولا شي بلاصه، اول حاجه تيقول لي بغيت الكريب. باش انت ما تبقاش ولا انت تبقاو ديما تاكلوا الكريب في المقاهي، جبت لكم هاد الطريقه ديال الكريب، غتنال الاعجاب ديالكم وتعجب وليداتكم. تابعوا معنا الفيديو ان شاء الله وغتعرفوا الطريقه باش كنحضروا هاد الكريب. على بركه الله نقدموا لكم دابا المقادير والطريقه. هنا اعزائي المشاهدين غادي نقدم لكم المقادير اللي كنحتاجوا في هاد الكريب بالوان او مذاقات مختلفه. كنحتاجوا جوج بيضات حجم كبير، نصف لتر من الحليب، ملعقة كبيرة ديال الزبدة، ملعقة أو جوج معالق ديال السنيدة، كل واحد على حساب الذوق، حيت كاين اللي كيبغي هاد الكريب يكونو حلوين بزاف، كاين اللي مكيبغيهمش يكونو حلوين بزاف، وخلاص إلا كنتي غادي تدهنهم بالشوكلاط ولا شي حاجة اللي هي حلوة بزاف، من الأفضل أنك تنقص الحلاوة في الخليط. السنيدة قلنا جوج معالق او معلقه ديال السنيده، واحد القبصه ديال الملح راه هي كاينه حدا السنيده، وعندنا جوج الكيسان كبار او ثلاثه الا ربع ميان ديال الفورس. الفورس اللي كنصاوبو به الكريب اللي كيكون من اللي كيكون عنده الجوده مزيانه. عندنا واحد فاني هنا عندي انا، حيت غادي نديرهم بمذاقات واشكال مختلفه. غادي نستعمل الكاكاو، واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، غادي نستعمل هنا الروح ديال الحامض، وغادي نستعمل ملون غذائي بلون البيستاش. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الخليط ديالنا. هنا شديت الخليط الكهربائي وضعت فيه هذوك جوج بيضات اللي قلنا من الحجم كبير، غادي نضيف عليهم الان نصف لتر من الحليب، ملعقه كبيره من الزبده، ملعقة كبيرة وربع من السنيدة أو السكر سنيدة حبيبات، ومع هذيك القبيصة ديال الملحة اللي ذكرت لكم قبيلة. ثم كيس ديال فاني، غادي نطرب هاد المكونات كاملة، غادي نغلق على الخلاط وغادي نطرب هاد المكونات كاملة حتى تنسجم العناصر كاملة، ومن بعد نتلاقاو باش نكملو التحضير ديال هاد الكريب ديالنا. هنا غادي نطربو هاد العناصر ديالنا كاملة، وملي تنسجم كيما قلت لكم نتلاقاو.
دابا هو الخليط ديالنا كله راه طربناه، غادي نزيدو الفورص يجمع الخليط ديالنا باش يجي على شكل الخليط اللي كنديرو في الكريب، ونتلاقاو. انا غنضيف الفورص ونتلاقى معكم ملي غادي يكون الخليط كمل التحضير ديالو. من بعد ما درنا الكميه اللازمه ديال الدقيق وطربنا تنسجم الخليط ديالنا كامل، شدينا هذاك الكميه اللي عندنا ديال الخليط كامله قسمناها على ثلاثه ديال الاقسام. كل قسم غادي نكهوه وغادي نلونوه بلون وبمذاق. بحال دابا هاد الجبانيه الاولى او هاد الكميه الاولى غادي نسموها بالروح ديال الحامض، غيجي كريب بالروح ديال الحامض. بالنسبه للثانيه بالروح ديال الكاكاو، بالكاكاو غادي تجي. بالنسبه للثالثه غتجي بالنسمه ديال البيستاش، باللون ديال البيستاش. غادي نخدم كل لون وكل كميه ونتلاقاو. هذا اللي بالنكهه ديال الحامض، احنا درنا فيه واحد كميه ديال راس المعلقه ديال روح الحامض، وغادي نطربوه ومن بعد نشوفوا كي غيكون في الاخر ديالو ملي غادي يولي بالنسمه واللون ديال الحامض. هذا اللي بالنكهه واللون ديال البيستاش، حتى هو غنخدموه مزيان نتلاقاو. وبالنسبه للشكل الاخير، النوع الاخير هو اللي تيكون بالكاكاو، اللي تيكون بالنسمه والمذاق واللون ديال الشوكولاته. هادو هما الاشكال الثلاثه اللي تيكون والمذاقات الثلاثه اللي غنخدموا بهم الكريب ديالنا. نخليهم يرتاحوا واحد شويه باش ندوزو نطيبوهم، وملي نبداو نطيبو نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا التحضير ديالهم. الكريب ديالنا كما كتشوفوه هما صبحوا جاهزين، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هنا بالنسبه لهادو اللي تيكونوا منسمين باللون الاخضر والمذاق ديال البيستاش تيجيو لهذا الشكل، وبالنسبه ديال الشوكولا كيجيو لهذا الشكل، وبالنسبه اللي منسمين بالروح ديال الحامض كيجيو على هذا الشكل. الوصفه راه هي ساهله، كتبغي واحد شويه ديال الصبر باش انسان يلا يقدر يتقن كل نوع. والكريب راه ساهل في التحضير. انا بالنسبه لهاد الكريب مولفه كنحضرهم وكنوجد معاهم لاصوص ديال الشوكولات ولا لاصوص اللي كتصاوب بلا كريم باتيسيير. اليوم انا ما تصاوبتهمش، اكتفيت انني نحضر الكريب هكا حيت ديجا عندي الشوكولات، الشوكولات اللي هو كيتباع في القرعه عندي، غنحط الولادي معاهم وياكلوه مع الكونفيتور. مي الا بغيتو تصاوبوا لاصوص ديال الشوكولا ولا لاصوص اللي كتصاوب بلا كريم باتيسيير راه كتجي غزاله ورائعه مع هاد الكريب. نتمنى الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكريب بالالوان مختلفه ومذاقات مختلفه طرق الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديما ديروا لينا اعجاب بالقناه، وبالنسبه للناس اللي باقي ما تابوناوش معنا في لاشين كنتمنى انهم يتابوناو معنا، راه لاشين متنوعه كنقدموا فيها بزاف ديال الافكار ومقترحات وكلات. كما العادة ديروا لايك، تابوناو في لاشين ورفعوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. حتى لهنا وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.